طيب دكتور علي، احنا يعني بدأنا نشوف كده على القنوات الرسمية لوجو او شعار الجمهورية الجديد، يعني وده يمكن إذانا باقتراب افتتاح سيادة الرئيس للعاصمة الإدارية اللي فعلا قال عنها قبل كده دي مش مجرد مدينة وخلاص، لا، الانتقال الحكومي للعاصمة الإدارية ده جمهورية جديدة، يعني في ثورة كاملة، وأكيد الاقتصاد هيبقى له نصيب في هذه الثورة. ودايما المحللين والكتاب السياسيين بيقولون الثورة الحقيقية اللي بيقوم بها الشعب هي التي تتحول فور أن تنتهي من الميادين إلى ثورة داخل المكاتب والوزارات، سياسات، إصلاحات، لرفاهية لحياة المواطن اللي أكيد بيعاني من الفقر وإلا ما كانش قام بثورة. تمام، أنا سعيد جدا أن حضرتك سألت السؤال ده. ليه بقى؟ لما بقول جمهورية جديدة، الرئيس بيتكلم على ميلاد جمهورية جديدة، ميلاد جمهورية جديدة بمعنى أنه خلال الفترة اللي فاتت ده احنا تم تشكيل فعلا في رحم الدولة المصرية بكل مؤسساتها ما يسمى بالجمهورية الجديدة. طيب الجمهورية الجديدة احنا امتى بنقول الدولة انتقلت من دولة إلى دولة أخرى، الدولة الوطنية انتقلت من شكل إلى شكل آخر؟ يبقى رقم واحد في تغيير نوعي في فكر القيادة السياسية في الدولة. طيب احنا قبل الرئيس السيسي كانت هل كان في حاجات كويسة بتحصل؟ طبعا كان في حاجات كتير كويسة بتحصل، بس فكر الإدارة كان وفقا للمبادرات، بتدار الدولة وفقا للمبادرات، نقول مبادرة معرفش. لكن الجديد في فكر إدارة الدولة المصرية هو التوجه الاستراتيجي، وان الدولة وفقا لرؤية استراتيجية. أيوة واضحة، لأن المبادرات ببساطة برضو، وحضرتك صلح لي، المبادرات مشتتة ومصلحية في حد كبير لما كل واحد يعني يعمل قطاع خاص، يعمل مبادرة أو عايز ينتج حاجة، لكن مش محطوطة في استراتيجية كاملة. الدولة محتاجة إيه السنة دي، بعد شهرين إيه، هتنزل سعر إيه، المنتج يعمل مزايا تنافسية إزاي؟ صحيح، يبقى دي أول حاجة إن احنا بنقول حصل تغير، وتغير كبير في فكر القيادة السياسية. رقم اثنين، السياسة القيادة السياسية اللي هي حصل في تغير في فكرها، هل عندها القدرة على تنفيذ السياسات؟ احنا شفنا لدينا قيادة سياسية ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لديها من الجرأة اللي هي نفذت سياسات إصلاح اقتصادي، نعي جيدا انها سياسات إصلاح اقتصادي جريئة. أيوة. وبالتالي ده احد ملامح الجمهورية الجديدة. لما بنتكلم برضو على الجمهورية الجديدة بيكون ليها اقتصاد متنوع، اقتصاد تنافسي، منظومة تعليم متطورة، دي بذلنا فيها مجهود وقدامنا لسه الطريق برضو محتاجين نبذل فيه مجهود أكتر، ولكن في النهاية لا، الدولة المصرية ككل احنا نقدر نقول حضرتك احنا شهود عيان على بناء مصر الحديثة، بناء الجمهورية الجديدة، ودي فرصة أتيحت لجيلنا اللي هو شاف مصر وهي مختطفة من قبل جماعات إرهابية، اللي هو شاف مصر وهي أعدائها اعتقدوا أنها انهارت زيها زي الدول الأخرى اللي كانت ضمن المؤامرة. محظوظين ان احنا شفنا مصر في الموقف ده، وشفنا مصر وهي بترجع تقف على رجليها تاني، شفنا مصر وهي بتتحول الى قوة إقليمية، قوة دولية. هنشوف مصر من 9 ل 14 سنة هتكون دولة متقدمة اقتصاديا ومتقدمة في كل المجالات بإذن الله. يعني الحقيقة كلام حضرتك ده كلام عظيم، لانه شعور المواطن دي شيء مهم جدا في تنمية الأوطان. يعني أنا لو حتى بلدي غنية ومستقرة ودخلي مستقر، مش هبقى بنفس سعادة إن أنا أشوف إن الدنيا بتتقدم، إنه كل يوم طريق جديد، مصنع جديد، الدخل بيتحسن، الوظائف الحكومية بيتحط لها سياسات جيدة، العمالة غير منتظمة بيتحط لها دعم. يعني دي فعلاً حاجة رفعت جدا جدا معنويات الشعب المصري، هو شاهد مش بس متألم ولكن كمان فخور بأنه هو شاهد على المرحلة اللي بتتنقل فيها مصر زي ما حضرتك تفضلت.